أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبات البرلمانية على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية وتطوير التعاون على مستوى المجالس والأمانات العامة. وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية تعد ركيزة أساسية لمنظومة العمل البرلماني المشترك وتسهم في وضع الرؤى الداعمة لأفاق التعاون التشريعي الخليجي دعما لمسيرة العمل الخليجي، ومؤكدة معاليها حرص مملكة البحرين على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودورها الهام في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب والخاص بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية بالاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، والاجتماع 11 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المقرر انعقادها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 26 إلى 28 من مارس الجاري. وخلال الاجتماع تم بحث ترتيبات المشاركة وآخر المستجدات بشأنها، بالإضافة إلى استعراض برنامج المشاركة والاجتماعات المصاحبة، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون البرلماني.